وفي البحرين حيث يقف شعب البحرين وقائده الفقيه الشجاع الحكيم آية الله الشيخ عيسى قاسم يقفون مطالبين بحقوقهم الوطنية والدينية والاجتماعية والسياسية. ورغم قسوة النظام الخليفي والتدخل السافر لنظام آل سعود واستقدام النظام للمرتزقة والتجنيس السيء، إلا أن شعب البحرين يسطر أروع آيات الصبر والثبات والصمود والطاعة لقائده الشيخ عيسى قاسم. وفي هذه اللحظات وكما سمعتم في الأخبار تتدهور صحة الشيخ عيسى قاسم وتصل إلى مرحلة الخطر، وإننا من هنا نطالب حكومة البحرين بفك الحصار الظالم عن الشيخ القائد عيسى قاسم والسماح للأطباء بعلاجه، ونشد على يد رجال ونساء وشباب البحرين في النزول إلى الشارع للمطالبة بحرية الشيخ عيسى قاسم ليعود القائد إلى شعبه والشعب إلى قائده.